طريقة المخابز. عملت 5 أطعام طرق مختلفة أكثر من روعة. الفطاير المورقة ممكن نجيب العجنة جاهزة أو نعملها بالبيت. تبلت سبانخ وبصل وبابريكا وبوضع عليهم ملح أو ماجي حسب الرغبة وعصير ليمونة وجبنة فيتا. أنا بديكم أفكار وأنتوا تفننوا. نفتح العجنة وبنوضع بيض عليها وبنسكرها، ندهن عليها بيض وبنرش عليها سمسم. ممكن نعملها في البطاطا المهروسة، نوضع عليها الزبدة وملح وفلفل أسود وجبنة ونخربطهم مع بعض وبنلفهم ونسكرهم بالبيض، ندهنهم بيض وسمسم. ممكن نعملها باللحمة المفرومة، نوضع فلفل أسود ونوضع ماجي أو ملح وبصل وبندبلهم. ممكن بعد ما ندبلهم نوضع عليهم الجبنة معهم جبنة الفيتا وبنسكرهم طبعا بالبيض، بنسكرهم ندهن الوجه بالبيض وبالسمسم، نوضع السمسم. ممكن نعملها بالجبنة الفيتا، نوضع الجبنة والزيتون والزعتر أو الأوريغانو، بنسكرهم بالبيض وندهنهم نرشهم بالسمسم. ممكن نعملها بالجبنة الصفراء ومعجون الطماطم والزيتون والأوريغانو أو الزعتر بديل الأوريغانو، نحشيها وندهنها بالبيض نسكرها، نوضع قطعة تانية نسكرها كويس، ندهنها من الأعلى بالبيض والسمسم وبنخبزهم. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل على 200 درجة مئوية، نوضعها بالرف الأوسط تقريبا تقعد 15 دقيقة. لازم نرقبها حسب نوع الفرن. أكثر من روعة، عندي أكثر من 600 وصفة صحية لمرضى السكر والضغط والكيتو دايت. مهتم بالغذاء الصحي، يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.